السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الفرقة الرابعة شابة نظم معلومات الإدارية إن شاء الله دي الفيديو الثالث لسيكشن تطبيقات الحاسب في إعداد التقارير الأستاذ الدكتور مفرح محمد سالم شرحنا في الفيديو السابق برنامج الباوربوينت وتعرفنا على أول حاجة إن أنا لو ما عنديش حزمة المايكروسوفت أوفيس إزاي بقدر أدور على مواقع بديلة بقدر أشتغل عليه عايز الباوربوينت واقدر انفذ عليه شغل تعرفنا على مواقع زي موقع المايكروسوفت اللي هو اللي بيوفر برامجه كلها اونلاين وتعرفنا ازاي بيشتغل عليه تاني حاجه تعرفنا على واجهه البرنامج برنامج الباوربوينت وتعرفنا على المميزات والخصائص وامتى بستخدم الباوربوينت وبستخدمه ليه ثالث حاجه ازاي عرفنا ازاي بدرك نصوص او بدخل نصوص في البرنامج وازاي بنسقها وخدنا التنسيقات بتاع بتاعه النصوص رابع حاجة إذا خدنا إدراج الصورة وعرفنا الخصائص بتاع إدراج الصورة، خامس حاجة عرفنا إزاي بندرج فيديو وإزاي بدرج فيديو بطريقتين لما فيديو عندي موجود على الجهاز لما فيديو بجيبه من الإنترنت أونلاين بس لازم متوفر عندي الإنترنت وإزاي بوصل الفيديو أو إزاي بنسقه. ستة ازاي بدرك صوت عن طريق لما في صوت عند موجود على الكمبيوتر او بسجل انا صوت ريكورد سابع حاجة اضافة او ادراج الاشكال والرسوم البيانية اتعرفنا ازاي لو عندي شكل زي المربع ازاي بكتب جواه او ازاي بعمل خلفية صورة وبرضك اقدر الرسومات البيانية عرفنا ازاي بدخل فيها البيانات عشان نرسم الرسومات البيانية اخر حاجة خدناها في الفيديو السابق ازاي بدرك جدول وازاي بنسقه وبنسق الكلام اللي جواه ان شاء الله في هذا الفيديو سيتم شرح ازاي التبت الشعبي وهنشرح ازاي بدا في هدر وازاي بدا رقم السلايد عندي وهناخد ازاي عرض الشرايح العرض ما بين الشرايح بتنقل ما بين الشرايح او الانيميشن اللي في الكلام اللي موجود داخل الشرايح او الصور ازاي بعمل انيميشن للصور موجوده عندي او الجدول اول حاجه هنتنيل ان شاء الله ازاي بضيف ارتباط شعب او رابط بضيفه عندي ان شاء الله نتعرف ازاي بضيف هايبر لينك من خلال ان افتح موقع عندي او بفتح فايلات عندي موجوده على الجهاز ازاي بدي بعمل هايبر لينك عرفنا ان اي حاجة بدخلها للباوربوينت لازم بتدخل في التكست ان يعني بدخل نصوص او بدرك صورة او جدول بتبقى مدروجة مدرجة جوة التكست بوكس فاول حاجة بعملها بدرج تكست بوكس لان لو روحت عشان اعمل هايبر لينك مش هلاقي انفعالها لانه مش هلاقي هيحطها في ايه وعرفنا ان الباوربوينت بتعامل بيحط البنات في تكست بوكس فاول حاجة بدرجها التكست بوكس بدرج تكست بوكس وابدأ أروح على إنسرت تاني وأعمل هايبر لينك أول ما بفتح الهايبر لينك أول حاجة اسمها اكزيستنج فايل أور page إن هو بلع... لما ملف خارجي أو تدرك لينك بتاع موقع طيب تاني حاجة بليس إن ذيس دوكيمنت اللي هو ب... مكان في, في الفايل اللي أنت فاتحه دلوقتي إن أنا مثلا عايز أحط لينك أول ما بضغط عليه يوصلني يح... لأول صفحة أو لصفحة المحتويات أو لصفحة اساليب إيه الاتصال او صفحة انواع اي سلايد انت عاوزه بتحطه بتضغط على اللينك ده ويوصلك له او هتضيف مثلا او هتنشئ تاني ملف من جديد وهتضيف الرابط بتاعه انك هتعمل ملف جديد هتضيف الرابط بتاعه اول ما تضغط عليه يفتح لك الملف او عبارة عن ايميل هتضيف مثلا هتضيف ايميل اول ما تضغط على اللينك ده يفتح لك ايميل هتكتبه وهترسله لحد او شخص معين بتضيف هنا تكست اللي هو الايميل عنوان بتاع الايميل او اللي هو الرابط اللي هتكتب اسمه اسم مثلا انت عاوز هتكتب ارسال ايميل فتكتب الرابط اللي هيظهر قدامك اللي هو هيبين ان هو ده بتاع الايميل بعد كده هتكتب الايميل اللي هو الايميل اللي هتبعت له اللي هو الايميل ادريس والموضوع ايه هو طيب هنعرف اول حاجه اكزيستنج فايل اور ويب طيب اول حاجه ازاي مثلا اضيف رابط لملف اول ما بدات الرابط دي افتحه هنشوف مثلا ملف عندنا هنبدا عندي في الملف ده وابدا خلاص علشان افتح الملف ده وانا في الوضع النورمال او وضع التصميم اللي انا قدامي ده بضغط كنترول مع كليك كنترول ما كنترول واقف على اللينك بيبدا يتحول لسا للايد لس... لس... اللي قدامنا دي لو شفت ايدي من على كنترول هيبقى كانك عادي بتكتب تكست فبتك كنترول مع كليك يمين بتكليك اسف كليك شمال وابدا يفتح الملف عندي لان اللينك بتاع الملف طيب عايز مثلا اضيف عايز اضيف لينك لموقع معين فابدا اضيف تكست بوكس الاول بعدين اتك انسيرت واتك لينك وابدا اشوف اللينك بتاع الموقع اللي انا عاوزه بجيبه بتك كنترول سي اعلم على الرابط بتاع الموقع فوق في الهايبر ال لينك بتاع الموقع اللي انا عاوزه واتك كنترول سي عشان انسخه واروح هنا في الادرس اعمل نسخ او بيست للرابط اللي انا جبته كنترول في وبعد اتك اوكي فهو نسخ لي الرابط بتاع الموقع اللي انا عاوز اللي انا عايزه وابدا علشان ادخله في الوان في وضع النورمال اللي هو وضع التصميم اللي قدامي ده باتك كنترول باتك كليك شمال وانا جوه في قلب السلايد عملت عرض هنعرف يعني احنا بنعمل عرض للسلايدات مش مش هنحتاج نضغط كنترول لما ندخل في مرحلة ازاي بنعرف الاستيرادات مش هنعرف ازاي بنفتح الرابط ده من غير ما نتكى كنترول فبرضك عشان افتح الرابط ده بتكى هنا كنترول وكليك شمال بيبدا يفتح لي الموقع او الرابط اللي انا اللي انا حاطه طيب لو انا عاوز مش عايز يبقى الـ الهايبر لينك او اللينك يبقى عبارة عن عاوزه يبقى صورة صورة توضح لي الموقع او تشيل الموقع اللي انا عايز افتحه طيب عشان اعمل الحركة اللي بعملها ازاي بتك او اول حاجة بضيف البيكتشر اللي انا عايز اللي انا عايزها اللي هي بتشيل الموقع وباجي على البيكتشر واتك عليها كليك يمين وابدأ حاجة اسمها هايبر لينك هيبدا يفتح لي نفس النافذه اللي انا فتحتها في الاول طيب واضيف اللينك اللينك اللي انا عايزه عشان اللينك فبتك اللينك اللي انا كنت نسخه قبل كده بضيفه واتك اوكي واعمل بعد وانا بعمل العرض اول ما بتك الصوره بدا يف... بدا يظهر لي اللينك اللي انا حطيته اول ما بتك على الصوره كليك شمال بس هيبدا يفتح لي عند الموقع هيروح للموقع اللي انا حطيت اللينك بتاعه تمام نخش على اللي بعده طيب انا عندي تاني ايه تاني في اللينك اقدر اعمله عاوز انسيرت لينك اروح انا عايز مثلا بليس انزس انزس دي كومنت عايز اروح مثلا اضغط على لينك دي يوديني لتاني سلايد عندي اللي هو بتاع المحتويات فبحدد على السلايد بتاع من بتاك على بليس انزس ذس تك على المحتويات وتك اوكي طيب اول ما بضغط كنترول واقف على الرابط ده واضغط عليها كليك شمال بيبدا يحولني للسلايد اللي هو التاني اللي انا كنت عاوز اروح اللي حاطه في قلب اللينك طيب تمام طيب. طيب. نخش بعد كده لو عايز مثلا ادي الايميل برسل الإيميل من ضغطة عرفنا ان اول حاجة place ان ذس document عاوز اروح مثلا للفيرست سلايد اللي هو اول سلايد عندي انا عامله اخر لاست سلايد اللي هو اخر سلايد انا عامل نفس النظام طيب نيكست سلايد اللي هو السلايد اللي هو القادم اللي هو اللي جاي بريفروس سلايد اللي هو السلايد اللي هو اللي هو السابق اللي هو الشريحه السابقه وهنا نفس النظام بختار السلايد اللي انا عاوزه واروحها واتك اوكي طيب بس الايميل ازاي بدي بديف رابط الايميل بضغط عليه يفتح لي صفحه الايميل عشان اكتب الايميل بتاعي طيب انا عندي اول تكست دي تو ديسبلاي هو الكلام أو, الرا او اسم الرابط اللي ظهر قدامك مثلا انا عايز اكتبه ارسال ايميل دي الكلمه اللي هتظهر قدامك انك هتضغط عليها يفتح لك صفحه الايميل اللي هتكتبه فيه ايميل ادرس اللي هو الايميل ادرس اللي هو الخاص بالشخص اللي هتبعت له يعني مثلا عايز ابعت هكتب ايميل ادرس ايا كان ايميل ادرس طيب السبجكت او الموضوع اللي ايه الموضوع راس الموضوع اللي هتبعته مثلا عاوز جوب هيبقى عباره خاصه بالجوب بعدين اضغط اوكي هيبدا يظهر لي ارسال ايميل ان هو الرابط ده اول ما بضغط عليه هيبدا يفتح لي صفحه الايميل واكتب إيه الايميل بتاعي نص الايميل وابدا اعمل له ارسال عن طيب عرفنا ازاي بعمل ارتباط تشعبي لما عباره ان هو اعمل له رابط ان هو يفتح لي فايل موجود عندي على الجهاز او رابط موقع بضيفه ان هو بضغط على الرابط دي يفتح لي الموقع اللي انا عاوزه او بخلي صوره تشير للرابط الموجود عندي مثلا عاوز اضيف صورة خاصة بالفيسبوك ان اعرف ان دي موقع هيفتحه الفيسبوك طيب تمام عرفنا تاني ان هو ازاي بعمل رابط ان هو يوديني لسلايد او شريحة جوه الملف اللي انا موجود فيه عاوز مثلا انا في, في الملف اخر الملف عاوز اضغط على الرابط دي يوصلني لتاني سلايد عندي موجود في الملف اللي عندي طيب عرفنا ازاي بعمل رابط ان هو اول ما بضغط عليه يفتح لي صفحة الايميل وابعت الايميل ازاي بلف في الايميل ادرس اللي هبعت له والسبجكت بتاعي طب هنعرف بعد كده ان شاء الله ازاي بعمل هيدر وفوتر للسلايدات وازاي بلف تركم السلايد اللي عندي عشان اعمل حاجة اللي بروح من انسيرت قائمة انسيرت واروح حاجة اسمها هيدر وفوتر وابدا يفتح لي النافذه هيدر اند فوتر عندي اول حاجه الديت اند تايم لما افعلها اول ما ببص عندي حاجه اسمها أوتومات اوتوماتيك اللي هو بمعنى ان هو التاريخ كل ما افتح الملف بتاعي هيحدثه باليوم اللي فيه يعني مثلا النهارده فاتح الملف في تسعة أربعة ألفين وعشرين وفتحته بكرة هيبقى التاريخ بتاعي عشرة أربعة ألفين وعشرين وهيفتح لك التاريخ التاريخ والوقت بتاعك في الوقت اللي انت فاتح فيه الملف وهيبدا يحدثه كل ما يتحدث ان شاء الله طيب انا عاوز مثلا اول حاجه التاريخ فانا عاوز اختار اول حاجه اللغه بتاعتي اللي هي العرب إيجيب. طيب بعد كده بختار الشكل او الفورمات بتاع التاريخ اللي انا عاوزه يظهر فبختار الشكل بتاع التاريخ والوقت اللي عندي طيب بعد كده تاني حاجه اسمها فيكسد لو عايز التاريخ ثابت انت مش عاوزه يتغير انت عاوز تضيف تاريخ ثابت مثلا التاريخ اللي انت عملت فيه الملف اللي هو ثابت مهما فتحت الملف ما يتغيرش معاك فبتك... فبعلم على فيكسد وابدا افتح التاريخ اكتب التاريخ بتاعي طيب بعد كده اسمها سلايد نمبر اللي هو آه ترقيم السلايدات اللي, اللي هو آه السلايد دي نمبر كام او رقم كام في ترتيب السلايد بضغط عليها عشان يظهر لي السلايد طيب بعد كده اسمها الفوتر بضيف فوتر مثلا عاوز فوتر اللي هو بنضاف تحت مثلا اكتب اسم الماده بتاعتي تطبيقات الحاسب في اعداد التقارير طيب تاني حاجه تاني حاجة. اخر حاجه عندي موجوده اللي هو دونت شو اون ذا تايتل سلايد اللي هو بيقول لك مثلا الح... الهيدر والفوتر ما يبانش على اول سلايد موجود عندي في الملف عندي لما بعلم ال... بضغط على بعلم الجزئية دي بيبدا ما بيدفش هيدر وفوتر فأول أول سلايد موجود عندي في الملف طيب بعد كده نخش عندي حاجة اسمها ابلاي ابلاي دي بعملها لو هيطبق على نفس الملف نفس قصدي نفس السلايد اللي موجود عندي اللي أنا واقف عليه السلايد اللي أنا واقف عليه هيطبقو بس عليه طيب ابلاي تو اول بطبقه على كل السلايدات الموجودة عندي في قلب الملف طب أنا عايز أطبق اول ابلاي تو اول هيبدأ عندي على كل الملف على كل السلايدات الموجودة عندي عندهم بدأ يطبقه ادي الرقم. السلايد وادي الفوتر بتاعي وادي التاريخ والوقت بتاعي نيجي نبص على ما دفعش عندي في اول سلايد اللي هو الـ. طيب انا مثلا هنجرب ان انا نشيل اللي هو يعرضها في اول سلايد اشيل اللي هو العلامه اللي على دونت شو اون ذا تايتل سلايد ابدا بدا بدا عندي زرها بدا عندي يظهر عندي اللي هو بدا يظهر عندي في اول سلايد عندي موجود عندي اول ما شيلت العلامه دونت دونت شو اون ذا تايتل سلايد بدا عندي يظهرها في اول سلايد عندي طيب لو عملت دونت شو علمت على دونت شو اون ذا تايتل سلايد وعملت ابلاي اول هيبدا عندي يشيلها من اول سلايد عندي ويضيفها بعد كده في السلايدات اللي عندي طيب هنخش بعد كده هنعرف ازاي بعرض الشرايح واعمل انيميشن او ترانزيشن ازاي بتنقل ما بين الشرايح لها انيميشن وازاي بضيف انيميشن للنصوص او الخاص او الصور الموجوده عندي او جداول او اي حاجه بضيفها في قلب السلايد بعمل لها انيميشن عندي في قلب السلايد موجود عندي بعد كده هنعرف ازاي بعمل عرض للشرايح عن طريق بضغط من شريط الوصول او شريط الادوات السريعه بضغط على الايقونه دي بيبدا يعمل لي عرض للشرايح او السلايد الموجود عندي او عن طريق من شريط الحاله بضغط على الايقونه دي سلايد شو بيبدا يعمل لي عرض للشرايح او السلايد اللي عندي او عن طريق بضغط اف خمسة بيبدا يعمل لي عرض للشرايح انا طب ازاي بتنقل ما بين الشرايح لما بضغط بالماوس كليك شمال ببدا ينقل لي ما بين الشرايح او عن طريق لوحه المفاتيح السهم اللي تحت او محتوى بتنقل من عن طريق بضغط على المسطره سبيس طيب تمام نخش بعدك انا عاوز وانا بتنقل ما بين السلايد او الشرايح يبقى في حركات او يتعمل لي طريقه معينه طريقه حركات للتنقل ما بين الشرايح او شكل معين لما بتنقل ما بين الشرايح طب بعملها ازاي باجي على الانيميشن از ترانزيشن دي خاصة بالتنقل ما بين الشرايح يعني لما بروح من الشرايح واحد للشرايح اتنين بيعمل حركات حركات معانا نتنقل مثلا عايز يعمل الشريحة واحد تروح لفوق مثلا تطلع لفوق أو تختفي أو تعمل لي تأثيرات معينة طب اعملها ازاي بقى فعل الشريحة واختار التأثير طيب لو وقفت على الشريحة واعمل لي من ترانزيشن واجي ان هو مفيش تأثير عليه طيب انا بختار التأثير اللي يناسبني بضغط مثلا على التأثير فيه. فببدأ اول ما بضغط على التأثير بدأ يعمل لي جنب السلايد علامة النجمة اللي هو خلاص السلايد دي تطبق عليه ايه الترانزيشن او التاثير اللي انت اخترته اول ما بضغط على النجمه دي ببدأ يعمل لي بريفيو للسلايد طيب طيب انا عاوز مش عاجبني السلايد ده اللي هو التاثيرات اللي قدام دي عندي من عن طريق السهم اضغط عليه يبدا يز... يفتح لي مجموعه من التاثيرات الموجوده عندي في قلب البرنامج فبختار التاثير اللي يناسبني طيب بختار الحاجة أو التأثير اللي يناسبني الحركة اللي تناسبني وأبدأ أثبتها خلاص طيب في حاجة في في, في تأثير بختار جوه التأثير دي عبارة عن مجموعة من التأثيرات نشوفها زي الإفكت أوبشن التأثير ده بيبقى له تأثيرات جواه مثلا عاوز التأثير مثلا يجي من, على من على اليمين فأبدأ أختار إن التأثير يجي من على اليمين طيب عاوز التأثير يجي من على الشمال ليفت بيجي من على الشمال يظهر من على الشمال طيب عايز التأثير يجي آآ اه فروم طيب ثرو بلاك فروم رايت اللي هو من خلال الضلمة ويبدأ يظهر بيبقى كل تأثير بيبقى جواه تأثير ذات نفسه طيب ثرو بلاك فروم ليفت يجي من اللي هو الحاجة السوداء أو الضلمة يجي من عند بس عن طريق الشمال فببدأ أختار هيجي من ناحية شمال زر أول حاجة داخل للشمال طب بختار التأثير اللي يناسبني وأبدأ أشوفه ونز وأعمله تنسيق زي ما أنا عاوز طيب بعد كده في, في حاجة اسمها دي... اللي هو الوقت بتاع التأثير أنا يعني مثلا الوقت بتاع التأثير عاوز أقب... أي ياخد وقت وبيعمل تأثير مثلا الوقت عندي كبير فعاوز بصغر الوقت بتاعه طيب. في حاجه كمان ابلاي تقول لو عايز التاثير اللي انا عملته في الاول يتطبق على الكل ونصيحه ان هو لو عندك اكتر من مية سلايد ما أقدر ما اقعدش اعمل لكل سلايد مثلا السلايد رقم اتنين ممكن اعمل له تاثير لوحده لا انا كده هتعب لا انا بعمل بطبق سلايد اللي هو تاثير واحد على كل السلايدات اللي عندي فعلشان اطبق التاثير الاولاني مثلا اخترت تاثير معين وابدا اطبق على التاثير ده على كل السلايدات الموجوده عندي من ابلاي تقول واضغط وهبدأ يطبق لي كل التاثير الاولاني اللي انا عملته في اول سلايد على كل السلايدات اللي انا عاملها قدام طيب في حاجه كمان لو عايز مثلا وانا بتنين ما بين السلايدات يبقى في صوت مثلا انا اختار الصوت اللي هو ده وابدا اعرض السلايد قدام زي ما انتم سامعين الصوت اجى اتنين على السلايد اللي بعده اول ما فتحت السلايد اول ما فتحت السلايد اصل انا عملت الصوت ده على اول سلايد بس فانا عاوز اطبقه على كل السلايد اتك ابلايت اول خلاص هيطبق لي الصوت على كل السلايد. وابدا افتح زي ما انتم سامعين الصوت اجي اتنقي اتنيل تاني هيبدا يعمل الصوت اتنيل للسلايد اللي بعده الشريحه يبقى الصوت موجود فنصيحه بلاش الصوت بلاش نعمل صوت في قلب السلايد واحنا لان ممكن بعرضه انا في شركه الصوت مش هيفيدني قوي ملوش لازم طيب يبقى احنا عرفنا في التنقلات ما بين الشرايح الترانزيشن ازاي بعمل تاثير بختار التاثير النقل اللي هو بتنقل منه من شريحه لشريحه وازاي عرفنا ان كل تاثير جوه له تاثير خاص بيه تاني جوه تاثيرات معينه مثلا عاوز الشريحه بدل ما بتيجي من على اليمين تيجي من على الشمال تيجي... عاوزها تيجي من فوق عاوزها بدل ما هي بتيجي من على الشمال تيجي من فوق زي ما احنا شايفين كده طيب وعرفنا إزاي بعمل صوت للتناقلات للتنقلات ما بين الشريحة أو إزاي بختار الوقت تأثير وإزاي بطب إن أنا عملت التأثير على الشريحة الأولى اللي هو الانتقال عش- الانتقال الشريحة... تأثير الانتقال على الشريحة الأولى بطبع على كل الشرايح ندخل بعد كده اللي هو الأنيميشن الخاص بالمحتويات اللي جوه الشريحة ذات نفسها إزاي بعمل أنيميشن للمحتويات جوه الشريحة ذات نفسها مثلا. انا عندي اشتراح اللي انا واقف ده انا عاوز اساليب اللي تصل اعمل لها انيميشن خاص بيها طيب باجي على الانيميشن واخش واشوف التاثيرات الموجوده عندي فبختار مثلا اساليب عاوز اختار لها التاثير ده ابدا اختار لها التاثير اللي انا عايزه اللي يناسب يبدا يختار رقم واحد دي معناها ان هو دي اول تأ... اول تاثير او اول آ... اساليب الاتصال ده اول حاجه هتظهر عندي موجوده في السلايد طيب اعمل تاثيرات اللي, بقى اللي هي النصوص اللي بقى في قلب الست مثلا مقابلات الشخصيه ابدا اعمل لها تاثير واعمل الكل اختار التاثير اللي يناسبني وافتح واختار التاثير اللي يناسبني طيب يا شباب انا عاوز مثلا عاوز اعمل بريفيو للسلايد ده نقف فيه ف... فبضغط شيفت مع خمس شيفت زائد خمسه علشان اعمل اعمل بس بريفيو للسلايد ده نقف فيه فابدا اول حاجه بضغط على المسطره او السهم اللي تحت ببدأ يعرض لي اول حاجه اساليب الاتصال ده اول اول نص عامل له انيميشن طيب بعد كده هيبدا يخش على المقابلات الشخصيه بعد بعد ما التكه تاني يبدا اللي بعدها الاستقصاءات بعد كده الاستبيان بعرضهم لي بالترتيب على حسب ما انا عامل الانيميشن بالترتيب بدا يظهر طيب عرفنا الارقام دي معناها ايه ان هو خاصة بالانيميشن طيب انا عاوز مثلا عاوز الاستقصاء او الاستبيان اه تظهر قبل الاستقصاء بعملها ازاي باجي هنا في حاجه اسمها انيميشن بلان طيب ببدا عندي انا عاوز اظهر كل كل الكلام الموجود عندي بال آه ان هو معمول له انيميشن فعاوز مثلا عشان اخلي الاستبيان تظهر قبل الاستقصاء فهو محجع اجي على الاستبيان واقف عليها ومحجع اسحبها اخليها قبل الاستقصاء طيب واجي اعمل بريفيو تاني هيبدا زي ما احنا شايفين الاستبيان ظهر قبل الاستقصاء بدا يظهر بعد الاستبيان الاستقصاء دي حاجه طيب انا يعني هنا بتظهر اللي هو المستطيل الاخضر دي مده العرض بتاع الانيميشن الانيميشن يقعد قد ايه على ما يعرض بردك زي ما عرفنا ان التنقل ما بين السلايدات لها وقت بردك الانيميشن بتاع الكلام اللي جوه السلايد لها وقت طيب يعني انا حاسس ان المقابلات مثلا الاستقصاءات دي بتقعد كتير بتقعد كتير في الانيميشن بتاع طيب عايز اصغرها لما عندي ديريشن من انيميشن واجعل ديريشن واقلل الوقت بتاعه القلل بتاعه بيقل الوقت بتاع الانيميشن بتاعه انا حاسس لان حاسس كبير طيب عاوز ازوده بزوده باخده طول طيب نعمل تاني او من هنا باجي على المستطيل الاخضر اللي, اللي انا واقف عليه ده وابدا اصغر وابدا اصغر الوقت بتاعي بخلقه قليل طيب عرفنا ازاي بعمل انيميشن انيميشن للحركات ما بين السلايدات بتنقل وازاي بعمل انيميشن ما بين ال ما بين الكلام او الكلام او محتويات السلايد الموجود عندي طيب طيب دلوقتي هنعمل عرض السلايد السلايدات الموجوده قدامنا طيب انا دلوقتي لو بصينا لو بصنا تحت هنا في السلايد موجود عندي في العرض عندي حاجات ايقونات صغيره اللي هو بقدر لما اتك عليها بيعمل لي السلايد اللي كان السلايد اللي هو السابق طيب عاوز السلايد اللي, اللي بعده يعرض السلايد اللي بضغط على السهم اللي بعده طيب بعد كده في حاجه ايكون اول ما بضغط دي بتضغط عليها بيبدا عندي ليزر بوينت دي خاصه لما بكون عندي ماسك اداه ليزر او ماوس ليزر ايه ليزر بوينت اللي هو آه عامل اداه كده فيها ليزر عشان اقدر اعمل عرض مثلا الناس ينتبهوا على الحته على النقطه اللي انا واقف فيها مثلا نقطه انا واقف عند نقطه مقابله الشخصيه فابدا اعمل عليها بقلب ليزر عشان الناس تنتبه ليها طيب في حاجة كمان كمان في حاجة اللي هو البن اللي هو القلم بقدر ما انا بشرح لهم اقدر اكتب على السلايد اللي انا مثلا اقدر اكتب اوضح لهم جزئية معينة او اعلم على جزئية معينة انا عايز اوضحها لهم ببدا فالتعليم دي او الكتاب دي عبارة عن كتابة مؤقتة ماهيش كتابة دايما بتتحفظ في قلب الملف طيب بعد كده اللي هو الايقونه اللي بعدها اللي هو بيعمل لي تصغير للسلايدات الموجوده عندي واختار السلايد اللي انا عاوز اعرضه بسرعه مثلا انا واقف السلايد وعاوز اعرض السلايد الاخير اضغط على الايقونه دي وبعدين اشوف السلايد وابدا اجيب السلايد الموجود عندي عاوز اعمل انتهاء للسلايد للسلايدات او العرض الملف لما اسكيب اضغط اسكيب او باجي عندي في الايقونه اللي تحت اللي هي الثلاث نقط جنب بعض واضغط على كليك شمال واضغط اند شو طيب هو بيقول لي want to keep إنك اللي هو التغييرات او الرسم اللي انت عملتها بالقلم عاوز تحفظها ولا لا دي... آه لا انا مش عايز احفظها اقول له اتك السكيرت اللي هو مش عايز احفظ التغييرات خلاص تطلع لي من عرض السلايد طيب بعد كده لو بصينا في سل... في شريط الحاله عند سلايد ده بيقول لك انت واقف في السلايد نمبر 8 من 9 سلايدات يعني انت عندك 9 سلايدات بس واقف في السلايد او الشريحه رقم 8 طيب نبص على الكتاب ده ده عباره عن خاصة بالسبيلنج او تصحيح التصحيح, التصحيح الاملاء لو في عندك اخطاء بتضغط عليها بيجيب لك الاخطاء الموجوده عندك. بعد كده عندي اللغه اللغه اللي انت بتستخدمها العربي طيب نخش بعد كده النوتس لو على النوتس ممكن اعمل ملاحظات الملاحظات دي بتظهر في الطباعه مثلا لما باجي بضع بتبدا تظهر فيها مثلا عاوز طباعه مثلا شرح اكتب اعمل ملاحظه لما باجي اطبعها اقول له شرح اهمية التقارير ده لما باجي بعمل تباع على السلايد اللي ده دي بدأ تتبع مع السلايد طيب في حاجه ممكن اعمل كومنت مثلا السلايد لما بديه واحد ادي له اقول له اعمل له كومنت معين مثلا ك الفت نظره لحاجه معينه مثلا عاوز اعمل كومنت مثلا هنا عايز اقول له مثلا اقول له نيو كومنت وابدا اضيف الكومنت بتاعي عايز اقول له مثلا اضافه الصنف موبايل مع كتابه بياناته وابدا اكتب له اكتب ملاحظه واتقلوا انتر فابدا الملاحظه اول ما يفتح الملف هو بص بدا يعمل لي كاي كومنت فاول ما بيفتح الملف هيبص على الملاحظه دي فاير بلاي ممكن يرد عليها او ما يردش زي ما هو عايز خلاص انت كتبت له ملاحظه طيب بعد كده عنده طرق عرض الملف عنده اول طريقه الطريقه النورمال اللي هو الطريقه طريقه الديزاين اللي قدامنا اللي انا بصمم من عليها اللي احنا فاتحينه قدامنا فعند الطريقه الثانيه اللي هو الطريقه لك السلايدات كسلايدات صغيره زي ما احنا شايفين كده وابدا اختار السلايد اللي انا عاوز اتنقل في له فابدا مثلا عاوز اروح للسلايد رقم سبعة دبل كليك وابدا اروح له طيب عندي ايه تالت طريقة العرض اللي هو الريدنج فيو اللي هو طريقة القراءة اللي هو بيعملها لي زي زي الكتاب كده ابدا اضغط عليها ببدا يظهرها لي بالطريقة دي اكني فاتح كتاب طيب بعد كده اللي هو طريقة العرض اللي احنا متعودين عليها اللي هو ستايل شو اللي هو بيعرضها لي كعرض سادات ورا بعض طيب بعد كده هنخرج. طيب عرفنا ازاي بعمل انيميشن للنصوص ازاي بقى بعمل انيميشن او حركه للصور باجي عند الصوره واضغط عليها واحددها وابدا اعمل لها الانيميشن لها انيميشن نفسها زي النصوص بالظبط طريقه العرض بتاعها في اول ما بفتح بعد الاستاد دي بيحصل لها انيميشن بختار الانيميشن اللي يناسبني وابدا احطه زي ما احنا شايفين بيعمل بريفيو الانيميشن وهكذا للرسومات البيانية بقدر احط لها انيميشن معين وهكذا نفس نفس الشيء للجدول الجدول بقدر اضيف له انيميشن هو نفس النظام بتاع النصوص والصور جد بعمل له انيميشن بر نفس النظام وعرفنا ان كل داخل كل انيميشن او حركه لها تاثير مثلا انا عندي الافكت مثلا عند الفلوت ان لها تاثير جواها انا يعني مثلا عاوز بدل ما هي تيجي من من تحت تظهر من تيجي من تحت اخليها تيجي من فوق اسبليت نفس النظام لها تاثير عاوز الاسبليت يكون مثلا بدل ما هي تيجي من الشمال واليمين تيجي من فوق وتحت من نفس النظام من تحت بختار الانيميشن اللي يناسبني وجوه الانيميشن في انيميشن بختار الانيميشن زي ما انا عايز طيب بعد كده هنتنقل ان شاء الله لو عايز مش عايز وانا بعرض المحتوى علشان اعرض المحتوى اللي موجود عندي مثلا اساليب اقعد اتك بالماوس عشان يعرض لي جيب لي اساليب ويعرض لي الكلام او النصوص اللي جوه او الصور موجوده اقعد اتك يا اما بالماوس او اتك مسطره لا انا عاوزه يعرضه لي اوتوماتيك ورا بعضه طيب دي تتعمل ازاي في حاجه من انيميشن انيميشن اسمها ستارت مثلا عايز اساليب الاتصال تظهر لوحدها اول ما يجي السلايد يظهر لوحده في حاجة من انيميشن حاجة اسمها تايمينج ستارت وافتح الكلمة دي بيقول لي انت عاوز تعملها ويز بروفيس اللي هو مع عرض السلايد على طول ولا بعد افتر ع... بروفيس اللي هو بعد عرض السلايد لا مثلا عاوزها وز اه... اللي هو بعد ما, ما تنقل من السلايد اتنين للسلايد تلاتة تظهر اساليب الاتصال ما... طيب نيجي نشوف هتعمل ازاي اتاك اف <applause> خمسة. اول ما اتكتش انا على حاجة هو اول ما اتنال السلايد بدا يظهر اساليب الاتصال الواحد طب عايز اعملها لكل الموجود عندي مقابلات الشخصية طيب اول ما عملت طب نيجي نبص اول ما عملتها الاساليب الاتصال بدا يقلب الرقم بتاع الزيرو لان أنا... انا مش هقدر اتحكم فيه لما نيجي نتك على انيميشن بان بين... انا عايز اعمل مقابلات شخصية نفس النظام اتك ستارت افتر previous اللي هو بعد عرض السلايد على طول خلاص بدا ايه رقمها يتقلب لصفر طيب انا عاوز نفس النظام اعملها على كل بقوم حجم محدد على كل واعمل راجع الساك افتر بريفيوز اللي هو بعد عرض السلايد هبدا يقلب الرقم بتاعها لصفر بدل ما هما كانوا متركبين مع بعض فبدا يقلب الرقم بتاعهم لصفر فنيجي نبص هنا بدا الحاجات الخضراء بدات تترتب الترتيب زي ما انتم شايفين يعني مثلا اساسيات الاتصال بعد ما تخلص هتبدا بعد المقابلات الشخصيه بعد ما المقابلات الشخصيه هتخلص هتبدا بعدها الاستبناء الاستبيان بعد الاستبيان هتبدا بعدها الاستقصاءات بعد ما تخلص الاستقصاءات هتبدا بعدها تقديم العرض وهكذا مثلا نيجي نشوف نعمل بريفيو العرض شيفت عشان اعمل الملف السلايد اللي انا فاتحه شيفت اوف خمسة هبدا يعمل السلايد اللي انا فاتحه ما انا حاجه هو بيعرض مع نفسه بدا يعرض اوتوماتيك من غير اتك على اي زرار طيب عايز اتحكم في الوقت بتاع العرض بتاعي طيب مثلا عاوز انا يعني الاقي ان المقابلات الشخصيه بتاخد وقت كتير بقدر اتحكم فيها في الوقت ديوريشن بقدر اتحكم في الوقت بتاع مثلا عاوز اقللها عاوز ازودها زي ما انا عايز في وقت العرض بتاع في وقت العرض هو الانيميشن الحركه اللي, هت... اللي, هتعمل الحركه اللي انا مطبقها عليها هتاخد قد ايه على ما تظهر بقدر اتحكم في الوقت بتاع نفس النظام طيب عرفنا إزاي بعمل إنيميشن أو ترانزيشن تنقلات ما بين الشرايح وإزاي بعمل إنيميشن للمحتويات اللي جوه الشريحة ذات نفسها أو اللي هو زي النصوص والصور والجداول والرسوم البيانية طيب وعرفنا إزاي بقدر أعمل ترتيب أعمل ترتيب لل للمحتويات في العرض في طريقة ظهور العرض في الإنيميشن مثلا عاوز الإجتماعات دي. تظهر قبل الوثائق والمستندات وأقدر أحركها بالساق وأقدر أحركها زي ما أنا عاوز لو عملت بريفيو تاني اف خمسة أو عرض شيفت اف خمسة هيبدأ عندي يظهر لي يعمل أوتوماتيك يظهر لي الكلام المحتويات جوه السلايد بالطريقة اللي أنا حددتها زي ما إحنا شايفين شايفين الإجتماعات ظهرت قبل الوثائق والمستندات طيب طيب نيجي الفيديو زي برضك الفيديو نفس النظام بقدر اعمل له انيميشن او زي ما انا عايز طيب باجي اعلم على الفيديو واعمل اختار الانيميشن اللي انا اللي انا عايز مناسب ليا بختار نفس النظام له انيميشن خاص بيه الفيديوهات طيب لما نيجي وبس برضك الترتيب اقدر ارتب يا اما عن طريق بشد بالسهم أو بالسهم زي ما انتم شايفين اقدر ارتب الترتيب طريقه ترتيب العرض تعرض ازاي او عن طريق السهم السهمين اللي فوق دي اقدر انزل مقابلات الشخصيه تبقى تحت تظهر بعد الاستقصاءات او اخلي التقديم والعرض تظهر قبل المقابلات الشخصيه اقدر اتحكم فيهم زي ما انا عايز ونفس النظام اقدر اخلي اللينكات ليها انيميشن زيها زي النصوص والصور الصور والفيديو وبرضك أقدر أتحكم إنها تتعرض أوتوماتيك من غير ما أتكع على مسطرة ولا سهم لتحت ولا على الماوس كليك شمال للماوس طيب يبقى احنا عرفنا إزاي بعمل إنيميشن للصور واللينكات والفيديوهات والنصوص بتاعتي أقدر أعملها والرسوم البيانية وإزاي بقدر أرتب ترتيب الحركات عندي بقدر أرتبها ممكن أظهر حاجة قبل حاجة وأقدر أتحكم في الوقت بتاع كل حركة. واقدر اعمل إيه طريقه العرض تبقى هي اوتوماتيك ازاي الكلام اوتوماتيك بالحركات بتاعتها من غير ما من غير ما اقدر اضغط على اي حاجه طيب بعد كده هنخش إيه طريقه حفظ الملف عن طريقه حفظ الملف باجي من فايل واجي لا ممكن اكسبورت لو عايز الملف مثلا عايز اصدره اعمل له تصدير اخليه بي دي اف انا عاوز السلايدات دي تبقى بي دي اف فتك من كرييت بي دي اف واضغط عليها يبدأ يقول لي انت عاوز تحفظ الملف فين يعني يحفظ يفتح لي المكان اللي انت عاوز تحفظه مثلا عايز احفظه على الديسكتوب واعمل له بابليش هيبدا يعمل تحويل الملف يخليه بي دي اف ويبدا يحوله بي طيب عندي ممكن تاني اعمل له تصدير اكسبورت واخلي فيديو ممكن اخلي الملف اللي قدامي ده على هيئه فيديو وبرضك الفيديو ده ممكن احط له صوت يا اما انت ان انا اسجل صوت لما اتكه ريكورد هبدا يفتح لي يفتح لي الملف وابدا فوق يعمل لي ريكورد وابدا اسجل زي ما انتم شايفين اسجل سلايد سلايد او عايز احول ملف هنا الباوربوينت ده من فيديو بجمن من اكسبورت وكرييت فيديو واختار الفيديو دقة الفيديو هتبقى دي 4 كي ولا اتش دي زي ما دقة الفيديو بعد كده انت عاوزه انت عاوزه عاوز تسجل بصوت ولا لا طيب وبعد كده تك فيديو بعد كده عمله له ان اللي هو الجي اي اف اللي هو تريت ان هو صوره بس صوره متحركه بتتحرك بقدر مثلا بختار اللي هو الملف بتاعي ان هو اعمله عن طريق صوره جي اي اف بختارها بختار الحجم بتاعها اللي يناسبني واتك كرييت واختار مكان وأختار مكان الحفظ بعد كده باكج برزنتيشن فور سي دي ان انا اعملها اللي هي مثلا عن طريق اسطوانه ان انا احفظها لاسطوانة ببدأ فابدا بعمل باكج سي دي واختار آه مثلا آه بسمي اسم الملف اللي انا اللي انا عاوز يكون اسمه بعد كده كوبي فورد آه تو فوردر او كوبي تو سي, دي لانسخه لفوردر عندي او سي دي بعد كده عندي ان انا اعمل اكس اكسبورت او تصدير بعمل له مثلا تشينج فايل طي طيب اللي هو نوع الفايل عاوزه يتحفظ ازاي باور بوينت شو اللي هو يعرض عباره عن ملف اول ما بضغط عليه يعمل لي سلايد شو على طول مش هيدخلنا على الملف بفتح الباور بوينت على الملف زي زي بضغط على باور شو واتك سيف از واختار مكان حفظ الملف هحفظه على الديسك توب واتك سيف واروح على الديسك توب ونجي نفتح الملف هيبدا عندي يفتح يفتحه لي اوكي خلاص على الـ شو على طول مش هيفتح لي ملف الباور بوينت ولسه اعمله سلايد شو هو بيفتح له ان هو كسلايد شو طيب هنيجي نخش بعد كده ترى عندي ايه تاني في الاكسبورت عندي ايه تاني اللي هو التصدير عندي ممكن اعمله كـ شو صور بس أو أحفظه كتمبلت عندي ممكن تمبلت جاهز إن ممكن أعدل عليه بعد كده أو بحفظه بريزنتيشن عادي كصيغة اللي قدامي بصيغة الباوربوينت عادي بحفظ الباوربوينت كملف عادي أو بحفظ الباوربوينت كصيغة الباوربوينت اللي هو الإصدار من ألفين من سبعة وتسعين لألفين وتلاتة دي إصدارات لأن الباوربوينت عبارة عن إصدارات اللي هو من الإصدار ألفين وسبعة. ل 2019 دي اللي هو الامتداد اللي قدامنا دي بي بي تي اكس او او اصدار من سبعة 97 ل وتلاتة اللي هو الامتداد بتاعي بي بي تي بس طيب عرفنا بس انواع تصدر بصدر الملفات بصدر الباور بوينت ملف طيب لما عاوز احفظ الملف بتك سيف بختار من فايل وبعدين سيف أز وبختار المكان اللي انا احفظ فيه بختار براوز واختار المكان اللي انا عاوز احفظ فيه واسمي الملف انا زي ما انا عايز واتك سيف بحفظ الملف طيب مثلا عاوز اطبع الملف اللي قدامي عندي حاجه اسمها من ف... بختار من فايل واتك برنت يبدا عندي يظهر لي ان الملف جاهز لك للطباعه اختار الطبعه نوع الطبعه عاوز تطبع كام نسخه عندك عندك هتطبع كل المل... كل السلايدات اللي عندك ولا ولا هتختار إنت بنفسك ولا هتتبع السلايد بس اللي إنت فاتحه دلوقتي ولا هتختار هنا السلايد لو بتختار أرقام السلايد مثلا عايز تتبع مثلا من سلايد تلاتة سلايد سبعة فبكتب اسم السلايدات اللي أنا عايز أتبعها بس طيب الطباعة هتكون إزاي هل اللي هو صفحة بصفحة ولا هتتبع اللي هو على الوجه تتبع مثلا عندك الورقة بتتبع لما على وجه واحد لما تتبع في الناحيتين وش وظهر فبختار الشكل أو طريقة الطباعة اللي أنا عايزها طيب بعد كده إن شاء الله خلصت بعد كده نخش إزاي بنرتب السلايدات ده بحطهم في ترتيب بظبطهم عندي مثلا عندي الدكتور لما بيجي بيشرح عنده الكتاب بتاعه متقسم للفصل الأول الفصل الثاني أو الباب الأول الباب الثاني طيب أنا عايز أرتب السلايدات دي أنا عايز أعرف مثلا عندي خمس سلايدات هو بتوع الباب الأولاني طيب اللي بعدها بتوع الباب الثاني فعايز أظبطهم وعمل بعملهم ازاي عندي حاجه اسمها برد هنا في حته فاضيه كليك يمين واضغط اد سيكشن لان بقسم الاعداد بقى لسكاشن فاول سيكشن مثلا هكتب فيه الباب الاول باب الاول اتك رينيم بدا عندي اللي في يسمي السيكشن دي الباب الاول تاني عندي حاجه اسمها الباب الثاني اد سيكشن واتك الباب الثاني فانا عايز مثلا عندي اول ثلاث سلايدات عندي بتاعه الباب الاولاني فابدا اخدهم اعلمهم وابدا اشدهم واحطهم في السكشن بتاع الباب الاولاني خلاص وحطهم في الباب الاولاني طيب بعد كده انا عندي السلايدات الباقيه بتاعه الباب الثاني فحددهم كلهم انتر لاين بتاكا كنترول وبعدها اعلم بالسهم كليك يمين كليك شمال قصدي وابدا اشدهم واحطهم مدول تبع الباب الثاني فابدا عندي برتب السلايدات إنما دي بتاعت الباب الاولاني والباب الثاني عشان لما اجي اشرح ببقى عارف ان دول في في الباب التاني ولا في الباب الاولاني دي الترتيب في نفس النظام طيب نيجي نعرض السلايدات اف خمسة وابدا يعرض السلايدات الرابعة ده على الماوس وابدا اعرض وعرفنا ان السلايد ده كنا عاملين ان هو يعرض المحتويات اوتوماتيك فابدا بعرضها اوتوماتيك زي ما احنا شايفين قدامنا بعد كده بتك على المسطره او على الماوس يريد السلايد اللي بعده وعرفنا ازاي ان هو عن ازاي بشغل الفيديو في السلايد شو باجي على الفيديو واتك كليك شمال يبدا عند الفيديو يشتغل عادي من غير ما اتك كنترول محتوى الوحده الثالثه يشتغل عادي طبعا بدايه سوف يكون هناك تعريف التقارير نخش على الرسوم البيانية ببدأ بعرض السلايدات عادي جدول. طيب عرفنا ان داخل السلايد شو ما بحتاجش عشان اتك الرابط أتكع كنترول مع ضغطة شمال لا انا خلاص واقف اول ما بقف على الرابط بيبدأ يعمل لي يغير لي شكل السهم لعلامة الايد اللي هو بضغط عليها اول ما بضغط عليها كليك شمال بيبدا هيوديني للصفحه اللي انا اللي انا ضغطت عليها في الرابط تمام وعرفنا ان ايه رابط في ودا السلايد شو اول ما بقف عليه بيغير لي السهم ان انا إيه اضغط عليه على طول وهكذا نفس الصوره بس كده ان شاء الله خلصنا برنامج الباوربوينت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته